السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فطائر أو خبيزات على الطريقة التركية بالجبن، سهلين جدا في التحضير، كيجيو خفاف ولذاذ بزاف، كيستحقوا أنكم تجربوهم. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نحتاجو في المكونات الحبه كبيره ديال البيض او جوج حبات صغار هما اللي عندي، كنخليو الاصفر للتزيين او للدهن، وكنستعملو الابيض في العجين. الا عندكم قلت لكم بيض كبير ديرو واحد ياغورت طبيعي بدون سكر 110 غرام، نصف كاس ديال الزيت النباتيه ما يعادل 100 مللتر، كاس حليب دافئ او ساخن ما يعادل 200 مللتر. بنفس الكاس غنعبروا جميع المكونات، ملعقه سكر، ملح، ملعقه كبيره ديال خميره ديال الخبز معجونه اولا على شكل حبيبات، ملعقه صغيره خل ابيض او الخل العادي، كيس من خميره الحلويات بيكنج باودر 8 غرام ما يعادل ملعقه صغيره، بالنسبه للدقيق تقريبا 4 ديال الكؤوس ما يعادل 500 غرام، تكون نوعيه جيده يعني دقيق ابيض ممتاز. والطريقة كيف العادة سهلة جدا جدا، مختصرة في الوقت وفي المجهود. كنديروا الخميرة السكر ثم كأس من الدقيق، يعني عبر قدامكم باش تعرفوا شحال بالضبط هزات. كنديروا كأس ديال الحليب ومعاه كأس ديال الدقيق، كنخلطوا الكل غير بالطراب اليدوي حتى كينسجم مع بعضو، كنغطيوه وكنخليوه كيرتاح او كي حتى كيختمر ويتضاعف الحجم ديالو تقريبا بين 10 حتى 15 دقيقه على حسب الجو. دابا الجو برد، غادي تقريبا 15 دقيقه او ربع ساعه حتى كنشوفوه تفاعل بشكل جيد. اهم حاجه يتغطى بشكل جيد بالفيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي ووضعوه في مكان اللي هو دافئ. صافي، ملي كيتفاعل بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، غادي نضيفوا ليه ما تبقى من المكونات، ابيض البيض اما واحده كبيره او جوج صغار، الملح ما تيكونش غير شويه زي لان هاد الخبيزات كيجيو شويه مالحين ماشي حلوين. نضيفوا الياغورت او الزبادي الطبيعي بدون سكر 110 غرام، ثم غادي نضيفو ملعقه صغيره ديال الخل، وطبعا ضفت حتى الزيت نصف كاس. كنخلطو الكل وكنبداو كنضيفو الدقيق شويه بشويه، يعني كاس بكاس، هي غالبا في المجموع كتحتاج لربعه ديال الكؤوس، اذا في الاخير غادي نضيفو ثلاثه ديال الكؤوس. والعجين خاصو يكون كيف كنقول لكم دائما خفيف، ماشي العجينه قاصحه، خفيفه لينه ورطبه. صافي، غادي ندير ثلاثه ديال الكيسان لحد الان، يعني بالكاس الاول درنا والرابع حتى نجمع ونخلط عاد نضيفه. صافي، دابا ملي احتاجيت كميه نضيفها، دابا 4 الكؤوس بالمجموع نصف كيلو يعني 500 غرام ديال الدقيق الابيض. كيبقى واحد المقدار اللي هو ما مضبوطش 100% على حساب النوعيه وحساب حتى البيض اللي درناه، واش جوج او لا وحده او كبير او لا صغير. صافي، غنستمر كنجمع بهذه الطريقه، تستغيك يعني واحد الكميه قليله على 4 الكؤوس. صافي، ملي كنجمعها بهذا الشكل كيف قلت لكم تكون بحال هاد يعني مرخوفه، كنحاول نوضعها على سطح العمل اللي كيكون طبعا معقم، وباش ما يتلصقليش كندير كميه قليله من الزيت باش تجمع ليا. وطبعا ما غتحتاجش معنا دليك، غير واحد شويه باش ينسجموا العناصر مع بعضهم. هي بهذا الشكل واحد دقيقه فقط كتكون واجده. كنقسموا العجين بعد ما كندهنوا السطح بالقليل من الزيت باش ما تلصقش معنا، كنشكلوه بكرات اللي هما صغيورين ما نكبروهمش. يعني هاد العجين كنقسموه اما 20 قطعه او 19 على حساب اللي بغيتو. غنستمر حتى نقطع العجين كامل، ولا حسيت بيدي كتلصق ندير كميه قليله من الزيت
ضروري تكون كتلصق في يدينا الا بغينا يجيونا ناجحين وخفاف. ملي كنتهي كنبدا كنقرص بهم واحد شويه، ضروري نقرصوهم، ممكن طبعا نعمرهم بالفرماج، انا ما كنعمرهمش وانما ملي كنبغي ناكلهم كندهنهم، يعني كنقسم وكندهن بالفرماج المثلث اولا المربع، ممكن طبعا تعمروه حتى بالجبن، لكم الاختيار. انا نخليهم كما هما، يعني الا بغيتو تعمروه فطريقه سهله كتقرصوا كديروا كميه ديال الفرماج اولا الجبن اولا اي حشوه بغيتوها وكتجمعوا تخليهم يرتاحوا وتعاودوا تطلقوهم بهذه الطريقه نيت. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى كنقرصهم كاملين، ولا شفتهم كيتلصقوا معايا كندير واحد الكميه من الزيت فوق سطح العمل تكون قليله ما نكتروش، ونوضعهم في صفيحه ديال الفرن اما مدهونه بالزيت او مفرشه بورق ديال الطبخ ونبعدوهم. بهذا الشكل هذا ضروري نبعدوهم ما نخليوهمش متقاربين، وغنستمر حتى نكرسهم كاملين بنفس الكيفيه. غنخليوهم يخمروا اختامروا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، اهم انا نوضعوهم في مكان دافئ ونغطيهم بشكل جيد لان الجو بارد باش يختاموا لينا بسرعه، اصلا ما تياخذوش الوقت بزاف في الاختمار، ولا يحتاجوا نقادوهم طبعا نزيدو نقادوهم من الجوانب. صافي ملي كيخمروا لينا كنجيبوا الاصفر البيض اللي احتفظنا به من قبل، كنضيفوا له كميه من الحليب تقريبا ملعقه كبيره وقطرات من الخل، وكنحركوا حتى كينسجموا مع بعضهم. ممكن اننا نديرو غير الحليب بوحدو اولا نديرو غير الخل بوحدو، لكم الاختيار، انا درتهم بجوج. ونبدا مباشره كندهن الخبيزات اللي تيكونوا والفطائر اللي تيكونوا خمروا وتضاعف الحجم ديالهم من كل الجوانب. فهاد الاثناء كنشعلوا الفرن باش يسخن مزيان باش غير كننتهيو كندخلوهم مباشره يطيبوا. صافي غادي نستمر حتى ندهنهم كاملين وما نساوش طبعا كيف قلت لكم الجوانب. بالنسبه للحشو فانا غادي ندير غير الجبن، انا درت غير الاحمر، الجبن الاحمر محكوك يعني بشكل طولي، ممكن ديرو في الحشو اللي بغيتو. صافي غادي نستمر حتى كنديرهم في كلهم بالجبن من الفوق بنفس الكيفيه، كميه لا باس بها، ممكن حتى تبداو يطيبوا وتبغيو يعني تخرجوهم عاد ديروا الجبن، لكم الاختيار. الا ما كتبغيوش يتحمر حتى هو وكيعطي واحد القرمشه من الفوق ملي كيتحمر، وكيف قلت لكم الفران راه تيسخن. والتزيين غادي نستعمل بذور الخشخاش او البافو، ممكن تستعملوا حبه البركه على حسب المتوفر عندكم، وغادي نوزعهم بهذه الطريقه هذه فوق الجبن وفوق البيض باش يتبت مع الخبيزات. صافي وكندخلهم من الفرن، الاساس انه يطيبوا لنا في الاول من التحت حتى كيشدوا راسهم ويتحمروا، النار تكون متوسطه او مهيله، انا دائما جميع المعجنات كنطيبهم على نار مهيله، اللي عندهم فرن ديال الضوء اعتذر او الكهربائي يديروا 180 حتى ل 200، مي نشوفوهم تحمروا نبطوهم يتحمروا لنا من الفوق، وهذا شكلهم النهائي منين كيطيبوا كيجيو روعه في الشكل وحتى في المذاق. انا يعني كنصيحه دهنوهم بالجبن او الفرماج ملي تبغيو تناولوهم، او بغيتو تعمروهم وعاد طيبوهم، في كلتا الحالات كيجي زوين بزاف وخفيف كما غتشوفوا معايا من الداخل، ناجح 100% ومذاق ديالو جد رائع. كنتمنى يكون بان لكم الشكل ديالو، لان المخبوزات او الفطائر التركيه معروفه يعني بالخبوزات اللي هي كتجي خفيفه، انهم كيستعملوا الياغورت الطبيعي وبزاف المكونات اللي كتعطي نتيجه زوينه بزاف، وممكن طبعا نحتفظوا بهم في المجمد من نبغيوهم، اما نخليهم غير يديكونجولا او الا بغينا نعاودو نسخنوهم في الفرن.
كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا هذه الوصفه لانها كتستحق تجربه، تشاركوها مع الاصدقاء والعائله، وتشجعوني بالتعليقات واللايكات. شكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.